الو، لسه سايبه حالا. هو مين الولد اللي قالك على حكايه تبديل السلسله ده؟ ايوه حازم. كلمت له ايه؟ خليته يبعت لي صورته والمكان اللي بيسهر فيه، وانا هناك دلوقتي. وهو عرفك؟ لا هو ما يعرفنيش، وانا كمان ما قلتلوش انا مين، بس الكلام جاب بعضه يعني. طب وقال لك ايه؟ قال لي انه كان يعرف واحده زمان ورفضته، وكان فاكرها ميته وطلعت عايشه. دي ايه؟ اكيد. طيب هنعمل ايه؟ مش عارف، بس نام انت دلوقتي وبكره الصبح تعالي لي بعدها نشوف ممكن نعمل ايه. متهيأليش اصلا ان انا هعرف انام. اسمعي الكلام ونام. ده اليوم اللي انت واخده اجازه؟ اديك واخد فيه مواعيد شغل كمان اهو. اولا انا بحضر للشغل، وتحضير الشغل اهم من الشغل نفسه. بما اننا رجعنا لحياتنا الطبيعيه بقى يا بيه، انا عايزه اسالك سؤال وتجاوبه على طول من غير ما تلف وتدور. سؤال ايه بالظبط؟ مين الست يا باهر اللي انت كنت بتكلمها في الموبايل وعمال تتنحنح عليها وتقولها انا جاي لك مسافه السكه يا روح؟ اولا دي عميله عندنا في الشركه، عميله اسمها هيلين الزغبي، كنديه من اصل عربي. ولو انت مش مصدقاني كلمي لؤي وهو يقول لك. لؤي؟ والله لؤي ده المساعد بتاعك، يعني طبيعي جدا انه يداري عليك. لؤي ده ما بيعرفش يكذب، اساليه. لؤي ده اصله شاطر ومجتهد، وانا بشوف نفسي فيه. اكرم وشريف كانوا زيك بالظبط، شايفينه مناسب قوي للمليكه، لكن انا وايه بقى كنا شايفين غير كده خالص، شايفينه غير كفء تماما. انا شايف انها ابتدت تميل لرايك، لان من ساعه لما رجعوا من بره والمساله بينهم مش تمام. عارف يا باهر، لو طلعت حكايه انهم بدلوا السلسله دي مظبوط، ده معناه ايه؟ فريده انا خايف لا تكوني معايشه نفسك في الوهم. ولا وهم ولا حاجه، انا بس عايزه اتاكد. وعد تاكدي ازاي؟ بعت لكل اصحابي وكل معارفي اللي كانوا موجودين في الفرح يبعتوا كل الصور والفيديوهات اللي صوروها. يعني انت عايزه تقولي ان هي اللي كانت لابسه السلسله؟ معرفش، بس لو اتاكدت انا مش هسكت يا باهر.